السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام، واليوم رجعت لكم مقطع بهذه الشخصية ديكستريتي. الغالبية عجبتهم ذي الشخصية. بقي عندي مقاطع بي ما حطيتها في الفيديو اللي فات، اخترت مقاطع كذا حلوة وعلى قد الوقت حق الموضوع اللي قاعد أتكلم فيه. وبقت عندي تقريبا 8 فايتات ما حطيتها، ما اخترتها، ما عجبوني، بس قلت أوريكم إياها ونتكلم يعني عن الموضوع هذا اللي هو عن البيلد اللي هو الديكستريتي. شخصية ما لها اسم تقريبا. الديكستريتي عندي 45، السترينث اتوقع 16، الاتونمنت 19، الفيتاليتي 50، الاندورنس اتوقع انه 30 او 25، لانه الليفل عندي ليفل 100 يا شباب، فانا مقلل الاندورنس. وتعرفون سلاح الكتانا، شوفون الحين العب بالريبر، يعني الاسلحه اللي قاعد العب فيها كلها اسلحه لما تضرب ما بتسحب منك كثير في الاستمنة، ما تسحب مره كثير. وحتى لما العب بالكتانا احاول اني اوازن، عارف انه انا عندي خط الاخضر شويه قليل، فاحاول اني ما اضرب كثير. وغير كذا انا ما اضرب كثير، يعني اغرب لعبي بالبايرومانسر، يعني بالبايرومانسر واضرب ضربه وابعد وزي كذا. فاغلب شغلي بالبايرو واسلحه زي دحين شايفين الريبر، وفي مثلا اسلحه الكتانا برضه. هنا بدل الفايت قاعد العب بالريبر، هذا شويه غثيث، اظن هذا طفشني بالبايرو بس قاعد يكرر. فالبلد هذا والله حيعجبكم، حيعجبكم حيعجبكم مره، انا عجبني كثير. ما ادري، عندي انا تقريبا 6 شخصيات، بس ذي الشخصيه الوحيده اللي لما العب استمتع فيها، وفي نفس الوقت بيغزوني ناس كثير، ما ادري ليه يغزوني ناس كثير. الشخصيات الثانيه كلها نفس الليفل، كلها نفس المجموعه، يعني كلهم جريف لورد، مخليهم سرد الحين يعني العب بالجريف لورد فله. يعني زي هذا اللي الحين غزاني مجموعه الجريف لورد. شوفوا يعني كيف سرعه ضربه البايرو يا شباب، يعني اضرب السلاح على طول اديله بايرو، ما تاخذ مني الثانيه. يعني تعرفون يعني لو كان عندك الديكستريتي 45، سرعه انك تسوي الكاست تكون مره سريعه، مره 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 سريعه. فانصحكم يعني اذا انتم تبي تلعبون بايرو او شخصيتكم ديكستريتي، حطوا معاها ضربتين، او خلي الاتونمنت على قل شيء 12 عشان تشيل ضربتين بايرو اللي هي جريت كومبشن ولا جريت فاير بول. جريت فاير بول تراها جامده، ما تاخذ منك الا خانه واحده، بعكس الكايوس فاير بول. كايوس فاير بول برضه قويه وتسيب بركان كذا في الارض، فاذا مشيت عليها برضه بتعورك. ف كل شيء راجع لك. هذه ضربة الفاير تيمبست جابت، وشوف المدى، وسويت له دمج 700 انعدم من الشباب. وهذه الضربة بس كذا للتريقة يعني، وناسة ماخذ الفاير سيرج. فالبلد زي ما قلت لكم يا شباب، هذا نفس اللي قبل شوية باريت وسوالي بايرو، عرف انه انا شخصيت عندي بايرو، فراح جاب ضربة اللي هي ووتر سويت، ما ادري ايش اسمها، يكب على نفسه مويه بحيث انه يصير الدفاع ضد النار عنده مره عالي. فمن زمان ما شفت ناس يسوونها، فاحترم ذا الشخص اللي استعمل ذا الضرب. فتشوفوني بطلت العب معاه بالبايرو لاني عارف انه ما حيسوي له دمج كثير، فصرت العب معاه بالكتانا. فتقريبا الخط الاخضر عندي كبير، يعني ست مربعات، ست خانات، وتقريبا كل ضربه يعني لو بمسك الكتانا بدين الثنتين، كل ضربة اضربها يسحب مني مربع واحد، فيمديني اسوي 6 ضربات او 5 ضربات، 5 ضربات كفاية يعني. هذا برضه شخصية زي ارتوريس، جاب يسوي الكرمك جستس، ما اعطيته فرصة، ما بستناه يسوي الضربة حقته. لو اعطيته فرصة ممكن بيحط لي اشياء ثانية، برسور ولا خرابيط حقتهم، لانه هو تقريبا عنده السترينث، عنده الفيث والانتليجنت عالي عشان بس بيشيل ذا السلاح، فمتأكد انا من ذا الشيء. وهنا برضه نفس الشخص، بس هذه المرة قلت اوكي خليني اعطيه فرصة عشان يسوي الخربيط حقته، وسواها وما نفعت معاه يعني، طول الوقت رافع الدرع. هنا قلت خليني اضربه ورا بعض، اسمنا اسوي له بليد، انفجر كرمك جاستس وشكله كان عنده لاج، فجاله البليد متأخر ومات. فلا ترفع الدرع ضد الكيوس بليد. هذا نفس اللي قبل 3 ايام، نفس الشخص تقريبا، نفسهم لاني كنت يعني العب ورا بعض وكانوا نفس الناس بيغزوني. شوف يعني عندك الكريت كومبشن، شوف سرعة الضرب يا شباب، والله مرة سريعة يعني. البلد هذا فلة، أنا ما صرت أحط البلدات بالذات في الفيديوهات اللي أعلق عليها، ما حطيت البلدات في الديسكريبشن، لكن دائما أكتب لكم بالكومنت أنه خش الجروب، أنا بحط البلدات في الجروب حق الفيسبوك، الرابط حق الجروب بتلاقوه في الديسكريبشن، خشوا وسووا جوين الجروب
دائما نتكلم عن اشياء كثير عن دارك سولز بلدات, نناقش بعض عن البلدات ايش رايكم في البلد هذا ولا هذا, وناخذ نصائح بعض. في شباب, في شباب موجودين تقريبا عندنا 200 وشويه 224 عضو, بس اللي متفاعلين تقريبا 80 او 70 واحد. ف تعالوا حياكم الله. البلدات انا راح احطها هناك, يمدينا احطها في الديسكريبشن, بس انا حاب انكم تخشوا وتشوفوا الجروب وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله تعالى. هذا كل اللي عندي يا شباب, اتمنى الفيديو هذا عجبكم. لا تنسون 45 ديكستريتي, 16 سترينث, 19 اتنمنت, 50 فيتاليتي, والباقي حطوا في الاندورنس لين لما يوصل ليفلك 100. هذا كل اللي عندي شباب, اتمنى الفيديو هذا عجبكم ونشوفكم ان شاء الله تعالى في فيديو جاي. كان معكم اخوكم بسام, وفمان الله.